بقول لكابتن فتحي وسعداء كالعاده بوجود حضرتك معانا، وطبعا اكيد كلامنا يعني اغلبه هيكون بيدور حوالين لقاء مصر والسنغال. في ضوء المعطيات المتاحه وفي ضوء متابعه حضرتك لمنتخب مصر في الفتره الاخيره، وكمان في ضوء التغيير الشبه جذري اللي شفناه على كارلوس كيروش ما بين تصريحاته وما بين خططه في المباريات الاخيره، هل ده مخليك مطمن على ماتش يوم الجمعه ولا قلقان منه اكتر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ما نقدرش نقول ان ما فيش حد مش قلقان طبعا، اللي ما يقلقش يبقى مش واقعي. صح. فاي مباراه كره القدم ايا كان الخصم وايا كان المنافس وايا كان المباراه وايا نعم ايا كانت البطوله ايا كانت البطوله ايا كان وضعها خارج الديار جوه الديار على ملعبنا بره ملعبنا، الحاجات دي كلها لازم تكون قلقان. اي مباراه لانك كلها انت بتنزل مباراه والنتيجه 0-0، كل واحد عنده نقطه، فكل فريق بيحاول ياخد النقطتين التانيين من الفرقه الثانيه، لكن انت اصلا معاك نقطه وهنا معاه نقطه. فانك بتلعب مباراه زي دي، مباراه مش عاوزين نقارن بين كاس امم افريقيا. بشوف ناس كتير وبعض الزملاء برضو في القنوات بيقولوا مثلا ده احنا في افريقيا عملنا ايه ولعبناهم ازاي، دي قصه ودي قصه، يعني ده حماده وده حماده تاني. بس هو حماده الاولاني برضو كان في شيء مرضي، اللي هو ان انت شفت فيه هارموني مبدئيا كنا مفتقدينها الفتره، شفت كل لعيب في مركزه الطبيعي المنطقي اللي بيقدر يكون يعني بيدي فيه، عشان لعبت ست مباريات ورا بعض فجالك الهارموني بيعيشوه، اللي هو بيعيش اللاعب المصري عايز فتره عشان يعيش. انت دي مباراه واحده، انت قطعت دلوقتي، يعني قطعت حبل الوصال دلوقتي من كاس امم افريقيا من فبراير اول فبراير لغايه دلوقتي، فدخلنا في شهرين، الشهرين دولت كتيره ان الفرقه، فهي المباراه دي مباراه لازم احنا يعني ننظر لها نظره تانيه ونحسبها بحسبه تانيه ونشوفها بعيون تانيه غير العيون اللي شفناها في البطوله الاولانيه. ناخد بس شويه ارقام كده او شويه حاجات دلائل على البطولات اللي هتقول لي غريبه ليه. لو اقول مثلا فرقه السنغال خدت، هي صاحبه اللقب كاس امم افريقيا، طب اقارن بقى، هل كاس امم افريقيا دي الفرق اللي كسبوه قبل كده راحوا كاس العالم في نفس السنه؟ هلاقي من مثلا من سنه 70 لغايه سنه احنا دلوقتي 2002 2002 ازاي؟ 20 20 انت رجعتنا زمان قوي كده 2022 لا لا بس كانت الدنيا اروق سيبك 2022 يعني دخلنا في كام؟ 50 سنه تقريبا. في ال 50 سنه دول ثلاث فرق بس اللي خدوا كاس افريقيا وراحوا كاس عالم. هتقول لي مين هم؟ هقول سنه 74 زئير خدت كاس افريقيا، كان هنا البطوله يعني كانت ما بيتقالش اسمها من سنين. مش كده برضه؟ يعني ده الكلام ده 74 لما خدت كاس افريقيا وراحت كاس العالم. وكان في الزمن ده فرقه واحده بس من افريقيا بتروح كاس العالم، فرقه. اوكي. طيب رحنا نيجي بقى ل 94، يبقى من 70 74 ل 94 كانت البطوله دي مقامه في تونس. سافرت نيجيريا راحت كاس العالم. وكان في البطوله دي ثلاث فرق هم اللي بيروحوا من افريقيا، من افريقيا نيجيريا خدت كاس افريقيا وراحت كاس العالم، بس بقيه السنين اللي فاتت دي ما حدش جمع بين الاثنين. وبعدين جينا 2002 كانت البطوله في مالي اللي خدت البطوله الكاميرون وراحت كاس العالم، بس في البطوله دي كان بيسافر خمس فرق. يبقى في 2002 كان 2094 كانوا ثلاث فرق، بعد كده في 2002 بقوا خمسه، بقوا خمسه من الخمسه دولت منهم اللي هي الكاميرون اللي جمعت بين البطولتين، وكانت برضو بتلعب في نهائي البطوله في الكاميرون
في باماكو عاصمه مالي. طب يعني اللي حضرتك تفضلت بيه ده دليل على ايه؟ يعني هل هو شيء مطمئن بتقول ما انا هقول انا هقول كده. فدي دايما الفرق اللي بتروح قليله جدا اللي بتجمع بين الاثنين، ده احنا حسبناهم ثلاث فرق. فدي لصالح مصر. طيب يبقى في نقطة إيجابية لصالح مصر بالأرقام، بتقول إن الفرق دي لأن ده تاريخ ودي حاجات متكررة ودي تجارب وكده يعني. بتبقى واضحة. طيب نقول بقى دلوقتي، طب إيه تاني اللي في صالح مصر؟ الجمهور. هو مهم جدا إن يكون في جمهور يؤثر، بس عندنا إيجابي وهيؤثر سلبي عليهم لأنهم هيهتزوا باستاد القاهرة.